روح. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني وانا جاي في الطريق عمال اجمع في كلام واجمع في جمل، وعمال مش عايز اقول لكم عشان الاقي كلام اعبر بيه عن قد ايه انتوا وحشني. والله العظيم الاقي احسن حاجه في الدنيا حصلت لي ان انا عرفت قيمه حب الناس ليا. يعني ربنا يقدرني وافضل على طول عند حسن ظنكم. وحشتوني جدا 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 لغايه يعني ما نخلص الدنيا كلها. عايز اقول لكم حاجه قبل ما ابدا، يعني الاحترام والادب ربنا خلقنا بيه، ولازم نحترم اي حد ولازم نقدر اي حد، ولكن المصلحه العامه فوق اي حد. وده كلام يعني لازم اوصله لحضراتكم. حضراتكم عارفين يعني ايه المصلحه العامه تكون فوق اي حد، وعشان كده الاهلي لما قال الاهلي فوق الجميع ما كانش تلات كلمات وخلاص، كانت تلات كلمات بين طياتهم حاجات كبيره جدا جدا، حاجات عظيمة جدا جدا عرفها وقدرها الجماهير الكبيرة وأعضاء النادي الأهلي اللي راحوا انتخبوا مجلس الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، اللي أول مرة في قناة النادي الأهلي أظهر بروح الفانلة الحمراء. لازم طبعا يعني أهنيهم ولازم أقول لهم ألف ألف مبروك عليكم النادي الأهلي، وتستاهلوا أكتر من كده بكتير. عايز أقول ألف مبروك للأسطورة الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر أستاذ العمري فاروق نائب الرئيس، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والأستاذ طارق أنديل الأعضاء، والأستاذ خالد مرتجي، كابتن رانيا علواني، مهندس خالد مرتجي آسف، كابتن رانيا علواني، إبراهيم الكفراوي، محمد الضماطي مع الاحتفاظ بالألقاب، وكابتن جوهر نبيل، محمد الجرحي، مهند مجدي، محمد سراج الدين. مجلس قدام حضراتكم حاجة تشرف النادي الأهلي، هو ده المجلس اللي بروح الفانيلا الحمراء اللي طلع الناس من بيوتها علشان تنتخبه، اللي استفز الناس. في ناس عمرها ما كانت راحت نادي الاهلي عشان تنتخب، نزلت وراحت نادي الاهلي تنتخب. مش شرط يا جماعه ان احنا دايما نقول او نمدح في اشخاص او نقول اشخاص كويسه نفضل للاخر نقول اشخاص كويسه او نقول مكان كويس، لا، طالما في غلط لازم نقول ستوب يا جماعه، وفي غلط طالما الدنيا في غلط قوي، لكن مش اي حاجه بنقول عليها غلط. الغلط ليه قواعد، الغلط ليه سلالم بتطلع 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 لغايه لما توصل لمرحله ان انت لازم تقول يا جماعه لا، في غلط، في حاجه غلط. الف الف مبروك للكابتن خطيب اسطوره النادي الاهلي، وقائمته ان شاء الله ليهم كل التوفيق. ماموريه او مسؤوليه او يعني حاجه كبيره جدا 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 في اعناق هؤلاء الرجال، وان شاء الله يكونوا قدها وقدود. يعني ندخل في اخبار النادي الاهلي، ومهما برضو اقول لكم عن كلام أو ألاقي كلام برضو أنتوا وحشيني جدا جدا، والحمد لله إن احنا رجعنا نتواصل معاكم من جديد. كابتن حسام البدري اختار 23 لاعب عشان يدخلوا قائمة النادي الأهلي في لقاء الرجاء الغد إن شاء الله. اختار الكابتن حسام البدري في حراسة المرمى محمد الشناوي وشريف إكرامي ورمضان مصطفى، في خط الدفاع باسم علي ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وصبري رحيل. اختار معاهم كمان في خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه وهشام محمد، عبد الله السعيد، صالح جمعه، احمد حمودي، وليد سليمان، ميدو جابر، اكرم توفيق، وجونيور اجاييه، واسلام محارب، وباكماني باكا. وفي الهجوم طبعا النجم الكبير وليد ازارو واحمد ياسر ريان. ان شاء الله مباراه اكيد طبعا كابتن حسام بدري عارف قيمه كل مباراه وعارف قيمه كل نقطه. الزمالك عامل ايه مع المصري يا جماعه؟ 1-0 للمصري دلوقتي. مش هنقول احم بقى ولا يلا بينا على الاستوديو، لسه بعد الماتش ان شاء الله هنقول كل حاجه. مروان محسن النجم، يعني مروان محسود ولا ايه مش عارف، احنا قلت له قبل كده مروان اذبح حاجه ومش عارف بقى ذبح ولا لا. مروان محسن خارج مباراه الرجاء بسبب التواء الكاحل. الجهاز الطبي للفريق الاول بالنادي الاهلي اكد ان مروان محسن مهاجم الفريق الاول لن يلحق بمباراه الاهلي والرجاء والتي ستقام ان شاء الله في الغد في الجوله ال20 من مسابقه الدوري الممتاز بسبب اصابته. تعرض مروان لجزع في الكاحل خلال المشاركه في مران الفريق امس، وكان اللاعب قد حضر الى النادي صباح اليوم وخضع لفحص طبي وجلسه علاج طبيعي على هامش المران الصباحي قبل ان يمنحه الجهاز الطبي 48 ساعه. الف سلامه عليك يا مروان، معلش كلها يعني اختبارات من عند ربنا، ان شاء الله ترجع زي الاول واحسن كمان، وان شاء الله تكون متواجد مع فريقك فريق مصر في كاس العالم باذن الله. كمان النجم احمد فتحي يؤدي تدريبات تاهيليه بالجيم،
ويحصل على راحة من مران الخميس. أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم بالنادي الأهلي على هامش المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء بملعب مختار التتش بالجزيرة. وقام فتحي بأداء تدريبات تأهيلية وجلسة علاج طبيعي داخل صالة الجيم بالنادي نظرا لمعاناته من إجهاد في العضلة الأمامية. حضراتكم شفتوا طبعا الإصابة اللي اشتكى منها أحمد فتحي وخرج في لقاء الفريق. جدير بالذكر أن الجهاز الفني منح فتحي راحة من مران الغائبين عن مباراة الرجاء والمقرر لها إقامتها صباح الخميس إن شاء الله. دي كانت أهم الأخبار للعيبة. كمان معايا كمان سعد سمير عنده إجهاد مع ندفد. سعد سمير بعد ما رجع يعني فورمه برضو في حاجة إن شاء الله كله يعني إصابات إن شاء الله إصابات بسيطة إن شاء الله ترجع. خالد محمود طبيب النادي قال إن سعد سمير مدافع الفريق شعر بإجهاد في العضلة الخلفية خلال المران الجماعي والذي يقوم اليوم الأربعاء. أضاف الدكتور خالد محمود أن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق الخميس للإطمئنان على إصابته إن شاء الله تكون خفيفة وإن شاء الله يلحق بالمباراة. كما أعلن الجهاز الطبي للفريق أن كريم ندفد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية عقب المران، وأوضح الجهاز الطبي بالفريق أن اللاعب سيخضع لجلسات علاجية وبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة. أيضا أحمد عادل بيغيب عن مران اليوم بإذن. حصل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن من الجهاز الفني للغياب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء لظروف خاصة. إن شاء الله يكون خير يا أحمد. كمان منح الجهاز الفني بالنادي الاهلي احمد حمدي لاعب الفريق. ان شاء الله احمد حمدي لاعب يا جماعه بينتظر مستقبل هايل جدا. حسام غالي الثاني ان شاء الله راح من المران لمده يومين نظرا لمعاناته من اصابه في العضله الاماميه. ان شاء الله كلها اصابات خفيفه ان شاء الله يرجعوا بسرعه. اخر خبر قبل ما نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام. الاهلي ينفي المبالغ فيها لتجديد عقود اللاعبين. اكيد طبعا انتوا عارفين الصحف وعارفين وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه يعني حاجه بيبالغوا في اسعار لاعبين وطبعا اسعار لاعبين مولعه، لكن اكيد النادي الاهلي مش هينساق لهذا السياق في المسائل الماليه يعني حاجات فعلا مبالغ فيها. كابتن عبد العزيز الشافي المدير الرياضي لقطاع الناشئين بالكره القدم بالنادي الاهلي قال ان ما تناولته بعض المواقع الالكترونيه بشان الارقام التي سيحصل عليها اللاعبون الذين يتم تجديد عقودهم خلال الأيام المقبلة ما بين 18 و20 مليون غير صحيح بالمرة. ده كان آخر خبر قبل ما نطلع نستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار كابتن فوزي سكوتي كابتن ماهر همام. فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام ونرجع لكم على طول. يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة أمام مضيفه الرجاء على ملعب استاد الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز. الأهلي يسعى لتحقيق الفوز 15 له في بطولة الموسم الحالي ليصل إلى 48 نقطة في الصدارة وسط ملاحقة الدراويش في المركز الثاني. سيغيب عن الفريق أحمد فتحي ومروان محسن للإصابة ليواجه الفريق بقيادة المدير الفني حسام البدري الفريق المطروحي بدون اثنين من أهم الأسلحة في المباراة. أما الفريق المطروحي فيدخل المباراة في المركز الأخير في ترتيب الدوري الممتاز، حيث يسعى رمضان السيد المدير الفني للفريق للإبقاء على حظوظ فريقه في البقاء ضمن حظيرة الكبار في الدوري الممتاز. سبق للأهلي والرجاء أن تواجها 6 مرات حيث فاز المارد الأحمر في 5 مباريات وفاز الفريق المطروحي في مباراة واحدة. يحتل الغزال عمرو جمال صدارة هداف مباريات الأهلي والرجاء بتسجيله 3 أهداف في اللقاءات التي جمعت كليهما طوال تاريخ الفريقين. كل التوفيق للمارد الأحمر في مواصلة انتصاراته والانفراد بالصدارة لتحقيق لقبه المفضل واقتناص الدرع رقم 40 في بطولته المفضلة الدوري الممتاز. اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي طبعا نجمان كبيران يعني مسؤول النادي الاهلي في مناسبات عديده، نجمان يا حمدان الكاسمه الخبره الكرويه في كل حاجه بصراحه ارحب بيهم ونتكلم عن مباراه الاهلي والرجاء. كابتن كبير كابتن مرام امام منور مرحبا بيك. ازي صحتك وحشتك؟ الحمد لله
الحمد لله على السلامة. كله تمام. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن. أيضا النجم الكبير كابتن فوزي سكوتي، أهلا بيك كابتن. كابتن عبد الحميد وعبده حميدة ومنور الشاشة ومنور بيت العيلة كلها. ربنا يخليك حضرتك المنور. وجودك وجود الكابتن ماهر طبعا كمان. الله يخليك يا فوزي، الحمد لله على السلامة. يعني عايزين نبدأ منين؟ شوف المباريات اللي لعبت النهاردة، يعني لسه لغاية دلوقتي المصري كسبان الأهلي. شايفها مفاجأة ولا الزمالك؟ الزمالك. طبعا انا شايف ان مباراه الزمالك والمصري او المصري والزمالك النهارده على الحميد يعني كانت مباراه حماسيه وكانت مديه بين هي لسه شغاله لسه مستمره، لكن يعني اول ما تخلص عشان نبدا نقول بقى احم ويلا بينا وكده. هدف المصري يمكن اسلام عيسى في الدقيقه 60 من الشوط الثاني، كروس عرضي كان مؤثر بشكل كبير جدا في المنطقه المؤثره، نط اسلام وهو يمكن اقصر لعيب في نادي المصري ولعبها بدماغه راحت على يمين الشناوي، واضح قوي ان علي جبر هيسيب ثغره كبيره جدا في خط ظهر نادي الزمالك، ويمكن منها الهدف اللي دخل فيهم في الدقيقه 60 بضربه راس زي ما قلت لك اسلام من اللعيبه المميزه اللي جاي يمكن من القسم الثاني للنادي المصري، ودي الحاجه الميزه اللي بتميز الكابتن حسام حسن انه بيعرف يختار اللعيبه اللي تقدر تفيد نادي المصري، ودي من ضمن الحاجات اللي حسام بتحسب له بقاله سنتين حميد ان المدربين اللي عينهم حلوه بيقدر يختار من القسم الثاني حوالي يمكن 3 4 لعيبه، والنهارده احنا بنشوفهم نجوم من خلال النادي المصري، فتحيه طبعا لحسام حسن من خلال ادائه الفني المتميز اللي بقاله سنتين مع النادي المصري. اكيد يعني اكيد هنتكلم برضو بعد ما المباراه تخلص ونشوف نتيجتها تخلص على ايه، هل هيستمر المصري في مكسب نادي الزمالك، يعني حاجه هتبقى مفاجاه برضو من العيار الثقيل بالنسبه كمان لكابتن حسام حسن، لكن اقول لكم نتائج النهارده عشان نناقشها برضو مع ضيوفنا الكرام. وادي دجله تعادل مع طنطا سلبيا بدون اهداف، طلائع الجيش والداخليه، الداخليه كسبت طلائع الجيش في طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، بتروجيت كسب انبي بهدف في الدقيقه الاخيره او كمان في الوقت بدل الضائع. يعني شايفها مفاجات كابتن فوزي ولا شايفها نتائج طبيعيه؟ دجله وطنطا انتهى اللقاء بتعادل بدون اهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نسيت تقول لنا كل سنه وانتم طيبين، النهارده عيد الشرطه، كل سنه وانتم طيبين وبنقول لهم كل سنه وطيبين ونترحم على شهدائنا من الشرطه ومن الجيش، ربنا يرحمهم جميعا. اكيد. وانا شايف النهارده الوادي دجله وطنطا، كنا بنتكلم انا والكابتن ماهر دلوقتي، الفرقتين هم تحت، يعني الفرقتين في القاع، فلما بيتعادلوا مع بعض بيوقعوا بعض، يعني كنا لسه بنقول ايه اسامه عرابي عشان في طنطا، فقلنا يا رب كان يكسب النهارده، فتفرق معاه جدا ان هو لما بيكسب الفرقه اللي واقعه معاه تحت، وعنده 20 نقطه كابتن اسامه اعتقد، فبتطلع لا بتفرق معاه جامد جدا. فهو التعادل بالنسبه له طبعا احسن، يعني النهارده احسن لان وادي دجله كان برده نازل عايز يكسب 3 بونت باي طريقه. لكن انا شفت الماتش واتفرجت عليه، طنطا بيلعب بحماس كويس جدا وبيقفل كويس جدا، ووادي دجله بيحاول على قد الظروف اللي هو فيها، بس انت عارف يا كابتن احنا قلنا المكسب يجيب مكسب. المكسب يجيب مكسب، ان عايز تطلع انت من القوقعه اللي انت فيها تحت في القاع دي. وادي دجله كان في الاول كان بيمثل فرقه كويسه جدا، كان بيقعد في وسط الجدول، كان بالنسبه له الماتشات بيقدم ماتشات كويسه جدا مع معظم الفرق، اهلي وزمالك وبقيه الفرق الاسماعيلي والاتحاد، لكن بالنسبه له وادي دجله دلوقتي في علامه استفهام كبيره جدا عليه. هل اللعيبه اللي مشيت من عنده، هل تغيير المدربين بيفرق معاه؟ بيفرق طبعا. دجله طبعا موقفها صعب جدا، 17 نقطه، يعني الرجاء الاخير اللي هيلعبه النادي الاهلي بكره عنده 12 نقطه، بينها وبين الرجاء 5 نقاط من الفرق المهدده بالنزول. هو انا الرجاء انا اعتقد ان يعني هم خلاص، يعني هم الرجاء استسلموا ان هم خلاص هيهبطوا، يعني على اساس ان هم خلي بالك برضو ان لما الرجاء صعد من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى حصل ان هو لازم كان يدعم جامد جدا، لازم يصرف كويس جدا على الفرقه، لان هو بيلعب على الفرقه اللي كان بيلعبها. تمام. فاعتمد حتى غير المدرب، يعني كان المفروض ايه، كان نبيل محمود هو اللي كان ماسك اللي طلع بيهم. طلع بيهم، كان المفروض يستمر بيهم لان هو عارف امكانيات اللعيبه بتاعته، وكان لازم يطلب من مجلس اداره الرجاء ان هو يدعم بكام مركز عشان الدوري الممتاز يختلف عن الدوري الممتاز. هنجيب الكابتن رمضان السيد على التليفون يعني بعد قليل كده ونناقشه برضه. جميل ده رمضان، يعني ربنا معاه لان هو مسك في حاجه انتحاريه، يعني راح لمهمه انتحاريه
ورمضان ربنا وفقه يعني يعني هو هيعمل ايه؟ جاله تكليف انه يمسك فلازم يروح بس عايز تدعيم، وكان نفسه هو يدعم في شهر يناير. فالظروف برضو مش مواتيه معاهم هناك. وجه متاخر كمان يا كابتن فوزي، جه متاخر حميد يعني رمضان والمدربين الاكفاء المحترمين اللي عنده خبرات كثيره جدا. هنتكلم عن الرجاء يا كابتن ماهر في خلال السياق عن حديث مباراه الاهلي والرجاء غدا ان شاء الله، لكن خلينا نتكلم كمان يعني دجله، حضرتك شايف موقفه قادر دجله ان هو يرجع ولا الموضوع صعب؟ طبعا يعني انا شايف يعني هل هذا المركز يليق بدجله كنادي كبير قوي سمع في الدوري الممتاز عندهم من الامكانيات الماليه يعني ان شاء الله يعني يتحقق اي حاجه. التدعيم بقى حميد، التدعيم مهم جدا يعني الفرق اللي دعمت بشكل كبير وشكل مناسب واحتياجاتهم في التدعيم، منهم مثلا فرقه الاتحاد، واضح قوي ان مكيده بدا يكسب يعني بدا الاتحاد يحط ايده على الصح من خلال التدعيم. التدعيم مهم جدا يا حميد، بيفرق مع الفريق بشكل كبير. طارق العشتي من المدربين الاكفاء المحترمين، طارق اكيد طبعا عارف احتياجات الفرقه ايه من خلال الثغرات اللي موجوده في الثلاث خطوط او الاربع خطوط. معرفش هم دعموا ولا ما دعموش، لكن مطالب يعني وادي دجله عنده الامكانيات الماديه اللي يقدر يدعم فيها من خلال المرحله الشتويه، لان فعلا الفرقه محتاجه تدعيم. يعني هم كانوا معتمدين، وكان ميدو ماسكهم معتمدين على انه عايز يطلع ناشئين. كان لا صعب تجربه الناشئين يا فوزي، صعب مع ميدو فشل ذريع يعني، واضح جدا ان تجربه ميدو مع وادي دجله في حته اشراكه للناشئين وبعدد اكتر من 5 6 لعيبه اثرت بشكل كبير جدا على اداء وادي دجله. يمكن النهارده طارق العشري بيجني ثمار اشراك اللاعبين في فترات كثيره جدا من بدايه الموسم اثرت بالسلبي على النتائج لوادي دجله. هو المدرب كابتن ماهر، المدرب كابتن ماهر لما بيروح يعني شاركنا كابتن فوزي، لان دي موضوع المدرب بيروح يمسك بعد كده يقول اصل انا لقيت الظروف وانا لقيت، ما انت بتبقى رايح وعارف كل حاجه بالظبط. مع احترامي طبعا لكل الناس، انا ما بتكلمش عن حد يعني بصفته، انا بتكلم في العموم. انا كمدرب بروح امسك مثلا النادي الاهلي بعد كده مثلا بنتائج سلبيه نتائج ايجابيه، بقول انا عملت لا مش نتائج سلبيه اصل انا كنت عايز مش عارف ايه. طب ما انت رايح وعارف حاله النادي الاهلي ايه، وحافظ لعيبته وحافظ الامكانيات الماليه وحافظ كل حاجه بتدور حول النادي، يبقى انا ما عنديش عذر. ما تجيش بقى في وقت اقول اصل انا رحت وكان الموضوع صعب. ولا حضرتك شايف المساله دي ازاي؟ لا هي لما بيجي المدرب زي ما بيقول كابتن ماهر بيجي يمسك، بيبقى فيه ظروف حكمية انه جه لقى اللعيبه المتواجده، بس هو مع خبرته مع شغله مع اللعيبه، بس برضه الظروف مش مساعداه ان هو يقدر يعمل من اللعيبه، لان بيلعب كل 3 ايام صعب جدا. ميدو واخد من بدايه الموسم فوزي، هو خد من بدايه الموسم واعتمد على انه عنده فرقه كويسه فلازم الفرقه الكويسه دي او عنده ناشئين كويسه قال لك هدعم بيهم، وفعلا في فترات شفناه في بيلعب بالناشئين بس عددهم يعني كتير. فاكر كان في ماتشات معينه كده جه قال لك انا هلعب بالناشئين مش هلعب بالكبار، هريحهم عشان الماتشات الدوري والحاجات دي. لا بتختلف يا كابتن، انت عارف لما بنيجي نقول مثلا كابتن حسام البدري في الاهلي بيجي يدعم باثنين ثلاثه، مثلا بيجي دعم بواحد في وسط الظروف اللي يكون النادي الاهلي فيه واقف على رجليه. بالظبط زي ما احنا قلنا الماتش اللي فات مع قبل المقاصه، الاهلي داخل ماتش المقاصه واقف على رجليه. بالظبط المكسب بيجيب له مكسب، اللعيبه اللي عنده فايقه، اللعيب اللي هو قاعد بره فايق لانه نازل في وسط لعيبه كويسه جدا، اللعيب اللي هيطلع مثلا وينزل مطرحه هيريحه، لكن في وسط المجموعه الكامله بتاعت النادي الاهلي تشيل. فانت لما بتيجي تعمل في وادي دجله يا كابتن ماهر كده، فهتلاقي وادي دجله انك انت كلهم لسه جداد او معظمهم كان جداد والصغيرين عايزين يطلعوا، طب انت ما وقفتش على رجلك، الماتشات صعبه عليهم. الموقف بص يعني هو واقف يعني دلوقتي هو خلاص مركز ال 16 عنده 17 بونت واللي قبليه عنده 20 يعني طنطا 21 طنطا 20 يعني ممكن لسه برضه يا كابتن ماهر خلي بالك لسه ماتشات لسه يعني اللي يكسب لو انت عندك دعم يعني لو طارق العشري عنده لعيبه هيدعم بيها في خلال المرحله طيب الشتويه. علشان نشوف الجدول يا كابتن ماهر ونتكلم على النقاط، يعني خلاص ماتش المصري والزمالك انتهى بفوز المصري بهدف لا شيء، يعني انا مش عايز اقول بقى يعني اول ما جيت كده حاجه كده يعني كده الجماهير بقى عارفه احم ويلا بينا على الاستوديو والكلام ده كله، طبعا ده سين بيني وبين الجماهير الاهلاويه، فان شاء الله الاهلي يعني يكسب ان شاء الله. طب حميد هي باينه الكره بتبقى باينه الفرقه بتاعتك هتعمل ايه. قصدك على المصري والزمالك؟ على المصري والزمالك يعني باين قوي. ازاي يا كابتن فوزي؟ يعني الزمالك نشوف نتائجه وشوف اداء اللعيبه بتاعته بتختلف من ماتش لماتش،
يعني انت طالب من اللعيب ايه؟ طالب ان انا اكسب كل ماتش، لان انا بلعب على بطوله. بالظبط. يعني نادي الزمالك او النادي الاهلي دول من الانديه الكبار، نادي الاسماعيلي نفس الكلام. اللعيبه بتاعتك لازم تعرف ان ماتش بيحصل لي دروب فيه بتغلب فيه، شكرا، بعدت عن البطوله. وبعد كده بتاثر على اللعيبه، بتاثر على المدرب. المدرب لسه جاي، ايهاب جلال عايز يدعم وعايز يثبت وجوده وعايز يخلي اللعيبه، بس اللعيبه ما بتدلوش. يعني النتائج عكس عكس خالص يا كابتن ماهر. بردك مشكله الاختيارات يا كابتن فوزي. انت النهارده الزمالك ماشي 16 لعيب على الحمام، وبعدين استقدم 16 لعيب. النجوم محترم ليهم، لكن النجوم دول ينقصهم خبرات. خبرات تمام موجوده. عشان يقدر يبقى انت عندك دعم. اي فريق بيتكون من ثلاث مراحل عند الحميد، خبره ولعيب وسط والدم الجديد الناشئين اللي كنا بنتكلم عليهم بالنسبه لوادي دجله، عشان تقدر تدفع بيهم. النهارده انت كل خبراتنا الزمالك مش موجوده، اشكابالا مش موجود. النهارده اسمه ده لعيب نص الملعب محمد ابراهيم مش موجود، واخد بالك. يمكن اللي احنا قلنا عليها حازم امام في حته الكفايه مش موجود. الفرقه فانت النهارده ده الفرق اللي بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. حته النادي الاهلي اكتمل من ناحيه الاداره، من ناحيه خبره اللعيبه اللي موجوده في صفوف النادي الاهلي، قطاع الناشئين اللي موجود اللي بيقدر يدعمك ببعض اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عليهم، الثقه المتبادله من في كل مراحل الاداره مع الجهاز الفني مع اللاعبين مع جمهور النادي الاهلي. النهارده النادي الزمالك محتاج الثقه دي، محتاج ان البيت يترتب مره تانية. تحس كده ان لعيبه نادي الزمالك زي ما انت قلت يا عبد الحميد نجوم موجودين في فرقهم، لكن مش لازم يكونوا موجودين. النجوم مش موجودين في نادي الزمالك. وبعدين الوقت كمان صعب بالنسبه لك، كل ثلاث ايام مباراه. المباراه بصراحه كمان صعبه، المصري برضو فريق صعب. يعني طبعا خبره حسام حسن وخبره نادي المصري بقاله سنتين، واضح قوي ان النهارده الخبره فرقت مع نادي المصري في حته انه حسم اللقاء من بدايته. واضح ان كانت الدوافع لنادي المصري اكتر من ده الهدف يا كابتن من اكتر عليك. زي ما قلنا احنا كروس عرضي معمول بشكل جيد جدا في المنطقه المؤثره عشان يطلع اسلام عيسى اقصر لعيب، بص اقصر لعيب في نادي المصري، وينط يلعبها بضربه راس يروح له كوره قبل طبعا مدافع نادي الزمالك. ودي مشكله احنا بنقابلها في من بدايه الموسم. مشكله المدافعين كابتن عبد الحميد كابتن فوزي، بص للكوره بس ومش شايفين الراجل اللي جاي. بص راجل في وسط ثلاثه بينط بدماغه وبيلعبها، وانا بقول ان اسلام اول مره يمكن بيستعمل ضربه يعني بيلعب بدماغه اول مره بشوفه. هو لعيب مميز، لعيب فوتبولر، لعيب مهاري، لعيب في نص الملعب مجتهد بشكل جيد، بيكمل في الشكل الهجومي مع احمد جمعه وعامل مشكله لدفاعات نادي الزمالك. لكن عشان ينط في وسط ثلاثه فوزي فيها شيء من الصعوبه، وبعدين يحولها بضربه راس جميله. فانا شايف ان طبعا النادي المصري كان افضل من نادي الزمالك من خلال ادائه في ال 90 دقيقه فنيا وبدنيا وتكتيكيا كمان داخل الملعب. يعني خلينا نتكلم بوضوح ونتكلم بصراحه قوي. يعني النادي الاهلي في جاب كبير جدا بينه وبين الانديه يا كابتن فوزي، تحديدا في السنوات القليله السابقه. يعني النادي الاهلي لاعب المصري كان النادي المصري بيدافع بس، لاعب نادي الزمالك برده كان نادي الزمالك بيدافع بس. دي الفرق المفروض بتنافس نادي الاهلي، في جاب كبير قوي في المستوى ولا هي مش جاب؟ هي المستوى بتاع اللعيبه بيفرض نفسه. ادائك في الدوري، يعني انت كنت عندك بطوله افريقيا فما لعبتش ماتشات كتيره، فتاخرت، فالفرق الثانيه هي اللي بتخسر، هي اللي بتستناك. يعني انت كل ما بتكسب ماتش بتروح لهم، بتقرب منهم، بتقرب منهم. الاهلي قوامه جميل، لعيبته جميله، جهازه الفني، مجلس ادارته، جماهيره اللي هي الصغيره اللي بتروح، القوام كله مكتمل زي ما قال الكابتن ماهر. فانت بالنسبه لك حتى لو لعيب اتاثر، احمد فتحي ما لعبش النهارده، عبد الله سيد ما لعبش، في بقيه القوام موجودين. وبعدين لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك كابتن عبد الحميد، احنا يعني النادي الاهلي بينزل عينه على البطوله، مش عينه على ماتش المصري او ماتش الاسماعيلي، او هو بياخد كل ماتش بماتشه. يعني ماتش الرجاء بكره مش هنقول النادي الاهلي هينزل مستهون بالرجاء، ده بالعكس ده عامل حسابه. هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها يا كابتن عبد الحميد فرقه البطوله، هي دي البطوله. هي دي اللعيبه اللي مركزه، واللعيب اللي بيأثر مثلا اداؤه مش كويس بتاع بيغيره على طول، بينزل واحد تاني بيحل مكانه. لكن هي دي اداء اللعيبه اللي لازم كل ماتش بماتشه. عشان كده بنقول ايه، النادي الاهلي هو اللي بيلعب، ما بيبصش على اللي بعده، هو بيأدي ايه، هو بيحقق ايه، خد الثلاثه بونت، بعد كده يبص بقى على اللي بعده، ترتيب اللي بعديه ايه. فهي دي يعني التملي اللعيب. يعني انا التملي بقول ايه، لو النادي المقصه السنه اللي فاتت انه يتغلب من الاهلي او يتعادل مع الاهلي بس يكسب الفرقه الثانيه كان حقق بطوله.
لكن هو كل فرق عينها على النادي الاهلي زي ما احنا قلنا بيبقى بالنسبه لهم عيد. ده عيد يا كابتن ماهر بالنسبه لهم بالظبط ان بيلعب مع صاد الاهلي بيستعد بشكل كبير يوم عيد بالنسبه لهم هيلعب قصاد النادي الاهلي مش مهم عنده المكسب. اللعيبه اللي بتلعب حتى في الفرق الثانيه محترمه ليها بيقول لك هو ده الشو بتاعي اللي هيبين لي وبتصعب الماموريه وبيحلم انه بيلعب قصاد الاهلي. النادي الاهلي دايما ما شاء الله بيكسب والنادي الاهلي عشان عنده العزيمه وعنده القوام بتاع المكسب. خلي بالك مش 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 بتيجي كده اكيد طبعا مش بتيجي كده اكيد طبعا اكيد طبعا. يعني جدول الترتيب العام الاهلي في الصداره كالعاده احنا قلنا الاهلي الحمد لله طالما بيطلع او بيرتقي الجدول العام ان شاء الله مش هينزل تاني 45 نقطه الاسماعيلي 42 نقطه والاهلي له مباراتين مؤجلتين لسه ان شاء الله بكره مع الرجاء ان شاء الله يبقى 48 نقطه. المصري في المركز الثالث 37 نقطه وسموحه في المركز الرابع 32 نقطه والزمالك في المركز الخامس ب 32 نقطه. يعني الفكره فيها يا كابتن حبيب يعني مشكله الاسماعيلي ان هو بقى المركز الثاني ليه انه عمال يبص على الاهلي زي اللي احنا بنقول اللي بيجروا السبق عمال يجري وبيبص على اللي وراه عمال يجري وبيبص على اللي وراه واللي وراه ماشي 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 وبيجري اللي وراه ما بيبصش على حد ما بيبصش على حد اللي وراه بيبص لقدام كده باصص قدامه لغايه لما بيروح معديه خلاص فرق. وهو هو فوز قمه الاسماعيلي عبد الحميد للمركز الاول في خلال قبل من النادي الاهلي يلعب مباراته المؤجله. فكان سياسه النادي الاسماعيلي ومجلس ادارته ان هو عايز يعمل تيم للدراويش يعني يعود تاني مره كابتن ماهر في هناك يعود تاني مره للكره الاسماعيلاويه الحلوه الجميله اللي احنا كلنا بنحبها. واختار لهم مدير فني على اعلى مستوى وجهاز فني محمد وهبه مكمل الراجل الفرنساوي واختاروا بعض العناصر اللي بتشمل اللعيبه الافارقه ويمكن خبره حسني عبد ربه وابراهيم حسن ويمكن حارس المرمى عواد. لكن الهدف كان من الاستراتيجيه النادي الاسماعيلي ان هو يوصل للمربع فوزي. كل السنوات السابقه كان النادي الاسماعيلي بيبقى خامس سادس سابع ما كانش ده ترتيبه. هو ده الطموح. فالنهارده الاسماعيلي بيوصل للمركز الطموح اللي احنا بنقول عليه. طب هو استاذنك قبل ما نروح للطلائع والداخليه اللي كسب فيها الداخليه بهدفين مقابل شيء نروح للكابتن رمضان السيد المدير الفني لنادي الرجاء. كابتن رمضان اهلا بيك. اهلا بيك يا ابو حميد ومنور القناه يا ابو حميد وطبعا نجومك الكبار فوز الكوتي ومرم كابتن رمضان. كابتن رمضان جميل قلبنا معاك ربنا يخليك ربنا يوفقك يا كابتن رمضان الله يخليك. طمنا عليك يا كابتن الاول قبل ما ندخل في الاسئله. ولا والله الحمد لله تمام يعني الحمد لله. احنا يعني واخدين طبعا مهمه صعبه جدا. احنا الحمد لله في ثلاث مباريات جمعنا اربع نقاط كسبنا المقاولين وتعادلنا مع الاتحاد السكندري وخسرنا من الاسيوطي. اعتقد ان احنا ماشيين بخطوات من ساعه ما مسكنا يعني خطوات معقوله يعني. لكن هي العمليه طبعا احنا هنبذل اقصى طاقه عندنا عشان نقدر نكمل لغايه اخر صفاره ان شاء الله باذن الله. كابتن رمضان مأمورية شايفها انتحاريه ولا شايفها مستحيله ولا شايف ان عندك امل ولا شايف ان انت واخدها كتحدي؟ لا هي انا واخدها كتحدي الحقيقه يا حميد. وهي ما فيش حاجه اسمها مستحيله. يعني طنطا مثلا من مباراتين كان تحت خالص. طنطا كسب ماتشين نط فوق. هي الـ هي الـ هي الـ الكره كده انت مجرد مكسب مباراتين بتعدي طبعا. احنا واخدينها بالشكل دوت وبناخدينها واحده واحده ان شاء الله باذن الله لغايه ما نكمل يعني. يعني حضرتك دايما بتقبل التحديات ودايما يا كابتن رمضان ربنا بينصرك في الاخر. اتمنى طبعا ان حضرتك تقعد بنادي الرجاء لكن الوضع صعب خصوصا انت تقابل النادي الاهلي بكره. يعني حضرتك شايف الماتش ازاي؟ المباراه صعبه اكيد من كل النواحي. حضرتك بتفكر مثلا لاعب النادي الاهلي دفاعيا اكيد برده الموضوع مش هينفع لاعب هجوميا برده الموضوع مش هينفع. يعني بتفكر فيها كابتن رمضان في مباراه الغد؟ انا بفكر في مباراه الغد الحقيقه. انا في رايي ان النادي الاهلي وصل فورمه دلوقتي يعني من افضل فترات مثلا من فتره كبيره جدا جدا جدا. النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي في مصر بيلعبوا كرة أوروبية يعني شبيهة للكرة الأوروبية. يعني الكرة السريعة الكرة لمسة واحدة ولمسة ولعبة الكرة اللي فيها انتشار هجومي بشكل هايل الكرة اللي فيها ربط الحقيقة الفرقة كلها طبعا معمولة بشكل كويس قوي بيفقدوا الكرة بيضغطوا. لا فرق الكرة تقيلة جدا. لكن احنا طبعا انا ما اقدرش اعمل جيم مفتوح خالص مع طبعا انا هعمل جيم طبعا بقفل الجيم وبلعب الهجمات مرتدة لان طبعا الامكانيات طبعا في النادي الاهلي امكانيات كبيره جدا جدا. يعني كابتن رمضان برضو طبعا ربنا معاك يعني موضوع صعب جدا لكن عايز اسالك لو حبيت تقفل على مفاتيح النادي الاهلي ممكن تفكر في مين تقفل عليه؟ ممكن تفكر في اي جبهه النادي الاهلي بيشغلها؟ ممكن تفكر في اي عنصر بيلعب النادي الاهلي؟ بص يا عبد الحميد النادي الاهلي بيختلف عن اي تيم كوره موجود في مصر.
ممكن تلاقي مثلا في اي نادي في مصر تلاقي لعيب اثنين لعيبه مفاتيح لعب. النادي الاهلي العشرة لعيبه مفاتيح لعب. تمام. يعني انت عندك علي معلول، عندك احمد فتحي، عندك عبد الله السعيد، عندك يعني وليد سليمان، عندك اجايه، عندك وليد ازارو، كل اللعيبه دي مفاتيح لعب. يعني انت لازم ما تعتمدش ان انت هتراقب حد او تقفل على حد كفرد، يعني لا، انت بتقفل كمجموعات. واعتقد دي ده اللي هتقدر تجاري بيه النادي الاهلي. لكن انت طبعا النادي الاهلي ما فيهوش مفتاح لعب واحد عشان تقفله. اكيد النادي الاهلي فيه مفاتيح لعب من اكتر الفرق اللي في مصر عندهم مفاتيح لعب. انا بقول لك يعني يمكن في بدايه كلامي عبد الحميد، يعني انا بقول لك ان النادي الاهلي بيلعب كوره شبيهه للكره الاوروبيه. كابتن رمضان هنحتاجك بكره بقى تلعب انت مع الرجاء بقى، مفيش تعوض يا كابتن رمضان. كابتن رمضان بقول لك ايه، ما تاجل المباراه دي. انت كنت اجلت لا انا عايز اقول لك على حاجه. كابتن رمضان كابتن ماهر، كابتن فوزي، كنا بنعملها نشتغل طبعا شفت مع كابتن رمضان في بتروجيت، فكنا مثلا لاعب الاهلي فهو دايما بيجيب ورقه ودايما بص كابتن رمضان في شغله حاجه جميل منظم جميل، يجيب ورقه ويقول لي بص مفاتيح لعب كذا وعندهم كذا احنا ممكن نقفل عليه. فلما كنا بنلعب الاهلي يقول لي هنقفل على ده ولا على ده، بقول لك ايه يلا ناموا بكره نشوف. كنت اجلت المباراه دي يا كابتن رمضان لو في فرصه. يعني يا ماهر عموما مطر جامد قوي. في مطر في مطر جامد جدا. لان انت فعلا رمضان جيت، انا كنت بقول لحميد الفوزي انك انت جيت متاخر، يعني من حظ الرجاء انك انت لو جيت من بدايه الموسم كانت الامور اختلفت بشكل كبير جدا، ما كانش هيبقى موقف الرجاء اللي احنا شايفينه في هذا الموقف، لانك انت من المدربين الاكفاء، المدربين المحترمين، بتقرا الخصم بشكل جيد، بتذاكر بشكل جيد، بتلعب بتوازن بشكل جيد في الدفاع، وبتبدا تعمل الجمل التكتيكيه اللي انت بتعود لعبتك عليها بشكل ممتاز. فانا شايف ان يعني الظروف صعبه جدا. هل كان في تدعيم يا كابتن رمضان في مرحله الانتقاليه بالنسبه لمرحله يناير؟ هل انت دعمت؟ عملنا الحقيقه تدعيمات، ويمكن في لعيبه لعبت المباريات اللي الثلاث مباريات اللي فاتوا الحقيقه، اللي كان محمود عبد العاطي او لالا او العمر فاروق من سموحه او ديفيد اللي هو واخدينه عرى من طلاع الجيش. في عندنا بكره في غازي مهاجم تحت المهاجمين من تونس، لاعب كويس. في مهاجم تاني تيفن الحقيقه من غانا، لكن البطاقه الدوليه بتاعته لسه ما جاتش، يمكن يجي الفتره اللي جايه اليومين الجايين دول. لكن احنا مش هنفقد الامل، واحنا بنلعب على اخر صفاره يا ماهر. وبقول للعيبه كده، بقول لهم يا جماعه احنا نشوف طنطا كان فين من ثلاث مباريات ودلوقتي بقى فين. احنا في خلال مباراتين ثلاثه ان شاء الله باذن الله في الفوز، اعتقد ان احنا نقدر ان احنا نتخطى الموقع اللي احنا فيه ده في الجدول. يعني يا كابتن رمضان بان، انت عارفني انا مش بجاملك خالص، بان في من اول ما مسكته مباراه الاتحاد السكندري والمقاولين بعديها والاسيوطي، بان ان في شكل الرجاء متغير فعلا، متغير كليا، متغير فنيا، في لعب على المساحات، في تقفيل، في توسع المساحات، في المساحات. يعني انا شفت الكلام ده يعني بصفه ان انا بحب رمضان من المدربين. الموضوع كان فعلا في تغيير. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن رمضان، يا مهمه مش مستحيله، بس هي صعبه شويه، ان شاء الله تكون قدها باذن الله. عايز اقول لك يا رمضان عبد الحميد فوزي، رمضان من المدربين المحترمين جدا، عنده خبرات رمضان كبيره في الدوري الممتاز، لكن انا اختياراته يعني نتمنى ان شاء الله الاختيارات لرمضان بعد كده ان احنا نشوفه من ضمن الفرق اللي هي بيبقى عندها امكانيات ماديه، بشريه، لاعبين، ونتفرج على اداء رمضان. الله يكون في عونه بقى، ياخد له حبيتين مهدئ بكره بلغه الكوره كده، بيعمل من الفسيخ شربات. يعني فوزي محتاجينك يا فوزي اخر 20 دقيقة. والله كان يا ريت لو ربنا يوفقك يا كابتن رمضان يا جميل، ربنا يكرمك دايما. ربنا يخليك يا حبيبي، نورتنا وشرفتنا يا كابتن، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك، ان شاء الله تقعد بفريق الرجاء باذن الله. ان شاء الله كابتن. يعني نرجع بسرعه كده على نوريك بس يا كابتن حميد، ان هو كسب المقاولين. المقاولين انا بقول ده الحصان الاسود كابتن ماهر، مشي مع وتعادل مع الاتحاد. لا يعني وتعادل مع الاتحاد الاسيوطي، كان ماشي مع الاسيوطي، والاسيوطي كان ممكن يتعادل في اخر دقيقه، اخر دقيقتين يعني كرة اتعملت كروس عرض اتعبت يعني بالظبط، ماتش جميل ضربت في العرض، انا فوجئت بالنتيجه الصراحه. كان ممكن يعني المقاولين يتعادلوا، الاسود عملوا ماتش حلو قوي. انا بقول يعني الاسود هو والاسيوطي، يعني الفرقتين دول الصراحه عاملين نتائج السنه دي مش متوقعه، يعني وفرقه كويسه جدا يعني، بس ما يفرطوش في محمد فاروق. انا جاي له عقل احتراف تقريبا ولا حاجه، ف والله يصبروا عليه، يصبروا عليه بس نهايه يعني الموسم، طالما جاي له عقد احتراف ما يحترف، يروح بس يبقى فيه البديل، يعني يبقى فيه البديل. اكيد. يعني نروح على مباراه الطلائع والداخليه بسرعه كابتن مال، عشان وقتنا. الداخليه كسب الطلائع 2
لا شيء في الطلائع. شايفها كانت مفاجاه ولا كانت شايف لا هما الفرقتين قريبين من بعض جدا حميد، يعني يمكن علاء عبد العال من المدربين بردك المنظمين اللي بيلعبوا معظم مباراتهم، عنده توازن في الدفاع واخد بالك ورقابه لمعظم مهاجمي فريق الخصم، وبيبدا يعتمد على الكونتر اتاك والكرات السريعه والحاجات الثابته اللي بيقدر يستغل من خلالها انه يجيب هدف. يعني يمكن الشوط الاولاني يمكن ناصر مهاجم الداخليه سجل الهدف الاولاني، ويمكن طلائع الجيش كابتن حلمي طولان بعد ما تولى المهمه بقى في شكل واداء لطلائع الجيش بصراحه. يعني حلمي بردك المدرب المحترمين اللي عندهم خبرات كبيره جدا في الدوري الممتاز، من خلال كل المحطات اللي اشتغل فيها حلمي بقى في شكل واداء لطلائع الجيش في خلال الفتره اللي تولى فيها حلمي، يمكن حوالي 4-5 مباريات وحصل منها يمكن فوز بتاع نادي الزمالك وده اللي ادى ثقه وادى انطلاقه لحلمي ولاعبته ان هم يكملوا المشوار. هنلاقي ان طلائع الجيش العاشر في المركز العاشر لعب حوالي 20 مباراه، فاز في 6 اتعادل في 7 خسر 7 مباريات، لهم الاهداف 16 وعليه 26 وليه 25 نقطه بالزبط. ويمكن في المكان الدافئ بالنسبه لطلائع الجيش، لكن طبعا مكسب علاء عبد العال بن حي الداخليه اللي هي دلوقتي يمكن في المركز الداخليه في المركز التاسع وكان يهم الاثنين حد من الاثنين يكسب المباراه عشان يقدر يطمن في الوضعيه اللي موجود عليه في الجدول. كابتن فوزي شايف ان كابتن علاء خلاص اسمه مرتبط بالداخليه؟ يعني خلاص يعني زي السمكه؟ بص هو هي بتبقى كده، بتبقى حاجه موفقه بتاعت ربنا ان هو مع الداخليه المنظومه كلها بيبقى هو موفق فيها. لما طلع بره وشفناه ما حصلش توفيق، رجع تاني الداخليه سبحان الله. يعني الداخليه السنه اللي فاتت كان بيعاني، واخر ماتش اللي كسبه ده اللي قعده في الدوري. السنه دي قدر بقى، من عنده ميزه علاء وعنده معاه ناس بتساعده كمان، مجدي سعد كمان معاه ومحمد شكري بيساعدوه في بيشوفوا عينهم كويسه، بيشوفوا لعيبه افارقه وبتاع بيجيبوهم، بنفاجئ بيهم ان هم لعيبه بعد كده الافارقه دي بتتباع بشيء فلاني بيساعد على انه يدعم الفرقه. وعلاء ما شاء الله، يعني النهارده انا اتفرجت على الماتش وكنت بتابعهم في حماس، بيعمل مع الداخليه حاجات، في حماس للعيبه، في اداء كويس قوي، حتى لما الجيش جاله ضربه جزاء وضاعت الداخليه برضو فضل واقف على رجله. في حماس للعيبه، ده المفروض علاء بيعمله مع لعيبته، وبيعرف يقفل كويس، بيقفل كويس اللي بيلعب الفرقه اللي قصاده. كابتن حلمي طولان برضو مع الجيش كان عامل كام ماتش حلوين جدا، كان تحت برضو وطلعوا كام ماتش كان برضو الحظ معاهم كان وحش، لكن قدر يكسب كام ماتش وقدر يخش ويبقى في المركز العاشر برضو. هما الاثنين دلوقتي يعني في وسط الجدول مرتاحين بالظبط، يعني مرتاحين بالظبط، واللي هيوصل النقطة ال 30 اعتقد ان بعد كده مع خلاص يعني حتى 25 انت بتتكلم في 17 نقطة يعني بعيد، يعني اللي تحتي هو يعني، بس طبعا هما مش هيسكتوا هيكملوا اكيد. اداء الداخلية لما تتفرج عليها يا كابتن حميد بشوفهم ان هو عندهم الولاد عندهم طموح، مع ان معظم اللعيبة بتاعتهم مش اسامي يعني مش نجوم، لكن عندهم الطموح ان هم بيثبتوا وجودهم، وده طبعا عامل ان الاداره عندهم وان المدير الفني بتاعهم بيعرف يلمهم كويس جدا. عشان كده انت بتقول علاء نجمه مع الداخليه، عشان بيعرف يتعامل معاهم، ويمكن حكم وجوده فيه وفي الشرطه، وهو كان ظابط، وبنقول له كل سنه وانت طيب النهارده عشان عيد الشرطه، ونقول له الف مبروك وبالتوفيق تملي في الماتشات القادمه ان شاء الله. قال كان كل سنه وانتم طيبين، قال كل سنه وانتم طيبين مش نحز احنا عشان عيدهم بس طبعا اكيد كل سنه وانتم طيبين، بيضحوا كل يعني سنة اخواتنا وحبايبنا وزمايلنا كل يوم ومصر طيبه، ضحوا جامد جدا يعني، وربنا يكرمهم الشرطه والجيش ومؤسستين كبار، ونتمناهم لان هم عايزينهم في الماتشات الجايه كابتن حميد يرجعوا لنا الجمهور ان شاء الله. يعني مهم قوي بقى لنا زمان قوي، لا الكوره محتاجه جمهور. انت لعيب كوره وكابتن ماهر لعيب كوره وانا لعيب كوره، كنا بننزل الملعب، انا رحت الماتش بتاع الاهلي وكان ماتش سموحه، لما دخلت الاستاد اللعيبه بتسخن والله يا كابتن حبيب، هتلاقي انت حسيتها وكابتن ماهر حسيتها، بنبقى واحنا في اوضه اللبس سامعين صوت الجمهور، بتبقى حتى لو انت تعبان شويه بتلاقي نفسك ولو مش في القايمه احتياطي بره بتاع عايز تنزل بالظبط، عايز تجري وعايز تتكلم في جمهور الاهلي، يعني في جمهور الاهلي حاجه جمهور عظيمه، الاهلي حاجه عظيمه يعني بتكلم، وبرده بيأثر خلي بالك الفرق الثانيه بالظبط، بتحس ان في ناس بتشجع وناس بتتكلم، ده الفرق الثانيه كانت بتيجي. احنا كنا في انبي، لما انا كنت في انبي كنت بروح العب الاهلي وانا فرحان بجمهور الاهلي طبعا. يعني انا فرحان طبعا ان في جمهور الاهلي هشوفه وهيقعد بقى يشجع ضدنا، بس بيحيي بيحي الملعب وبيحيي الاستاد، لكن بيدي لك حقك لما بتلعب كويس انت كخصم، اللي صعدنا كاس عالم هو الجمهور، يعني اللي صعدنا كاس عالم هو الجمهور، مبدوع الناس والله محمد يعني صلاح ربنا يكرمه دايما، كتير جدا نفسنا الجمهور يرجع، الروح
طيب معنا النجم الجميل كابتن طارق إيه. يا عيني كابتن طارق ميدو ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يخليك يا ميدو. ألف مبروك كابتن، كانت مباراة جميلة جدا يعني اقتنصت فيها الفوز في الثانية الأخيرة. الله يخليك يا حبيبي، مس عليك الأول وعلى كابتن مرعي. يا كابتن طارق أخبارك يا حبيبي؟ كابتن طارق جميل ألف مبروك. ربنا عوضك النهاردة يا طارق، 3 بونت دول على الماتش اللي فات، الماتش المصري كنت قريب برضك من التعادل، لكن طبعا يمكن التوفيق وعدم التوفيق ما كانش يعني في صالحك، لكن النهارده ربنا عوضك بالثلاث نقاط دول لانك انت اجتهدت لاخر دقيقه علاء علي يعني قدر انه ينصف بتروجيت النهارده وينصفك ويعوض لكم بثلاثه بونت اللي خسرتوها في مباراه المصري. والله طبعا كلامك مظبوط يا كابتن ماهر، لان احنا الماتشين اللي فاتوا مش المصري بس، صح الماتش اللي قبليه بس اتخطفنا في الثواني الاخيره بتاع الداخليه، كنا كسبانين 1 وتعادل الداخليه في الثواني الاخيره الوقت الضايع برضه. والماتش اللي فات المصري برضه خسرنا بالوقت الضايع. النهارده الحمد لله ربنا رجعنا ورجعنا تاني زي ما انت بتقول. بالظبط. الولاد عملوا ماتش كويس. باللعب فرقه كويسه، فرقه ما عليهاش ضغوط، يعني الفرقه الانبي فرقه يعني في الامان 30 او 31 بونت، الدنيا بالنسبه لهم مش ما بيلعبوا بارتياحيه اكتر مننا بكتير، احنا عندنا ضغوط كتيره جدا. مركز سيء جدا، ترتيبنا وحش، بنطنا وحشه، الفريق متاخر في موقف حرج جدا، مش متعودين ان بتروجيت تبقى في هذا الموقف من فتره طويله، لكن هو دي الحاجات دي بقى اثرت على الولاد شويه، لكن احنا حاولنا بقدر الامكان الاربع ماتشات اللي انا اشتغلتهم حتى الان ان احنا نشيل الضغوط دي من عليهم، والحمد لله وفقنا بشكل كبير، كسبنا ماتشين وتعادلنا مباراة وخسرنا مباراة، كنا الأقرب برضو نحن على الأقل نتعادل الماتش المصري بالظبط ونكسب الداخلية، لكن عموما يعني بشكر أداء الولاد النهاردة، أدائهم كان عالي جدا خاصة الشوط الأول. احنا كنا أفضل بكتير من النادي إنبي، الشوط الثاني يمكن 10 دقايق كده في النص فصلنا شوية، نادي إنبي استحوذ ولكن الفرص اللي لاحت لإنبي كانت كلها ضربات ثابتة بالظبط، إنما أنت ضاع منك واحدة اثنين لواحده البيكلي وواحده لمحمد سالم، كانوا جونين واحده علاء علي قبل ما يجيب الجون، كان في 3 فرص في الشوط الثاني، اعتقد لو كنا موفقين كنا جبنا هدفين كمان على الاقل، لكن عموما زي ما انت قلت يا كابتن ماهر 3 بونت دول منتهى الاهميه بالنسبه لي، لان انت في موقف محرج والثلاثة بونت دول هيفرقوا معانا جامد جدا، هيدونا ارتياحيه شويه في الفترة اللي جاية، أكيد موقفنا لسه صعب برضو، لكن الحمد لله مكسب مهم جدا في منتهى الأهمية بالنسبة لنا. لا حضرتك مدرب كبير يا كابتن طارق، عندك 24 نقطة، قادر بفريق بتروجيت أنت تطلع بيهم كمان مراكز، أنا معاك إن عليهم ضغوط نفسية كانت كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، لكن الحمد لله أنت كسبت ماتش النهاردة، مع إن طبعا إنبي يعني فرقة عزيزة لقلبي، لكن هو كان بصراحة يعني أنتوا كنتوا يعني معظم فترات المباراة كنتوا متسيدينها، برضو مباراة المصري اتخطفت زي ما حضرتك قلت، أيضا المباراة الداخلية، تفتكر ليه يا كابتن طارق في الآخر كده بتخسر ماتشات؟ بص يا ميدو طبعا يعني انا مش ليا تحفظ شويه على بعض اللعيبه اللي موجوده بتروجيت، تمام خبراتها مش كبيره، وفي نفس الوقت الناحيه البدنيه انا بعاني منها شو، بحاول ان انا جيت كل 4 ماتشات ماتش مش عارف ماتش كل 4 ايام ماتش مش عارف اقف على ادي جرعه بدنيه عاليه، لان خايف الولاد يقعوا مني. بالظبط بالظبط، وبالتالي انا سايب الامور لغايه لما يبقى في فتره توقف كده على الاقل 10 ايام ولا حاجه، ابدا اشتغل بدني شويه، ناحيه بدنيه لمعظم اللعيبه ما كانتش مش كويسه، في نفس الوقت برضو في بعض اللعيبه كانوا غايبين تماما عن المباريات زي احمد جعفر، عندك احمد محمد عادل جمعه وعلاء علي كمان يا كابتن طارق، علاء برضك من ضمن لما لا علاء جه، انا بتكلم على الفتره اللي سبقت لما انا ما كنتش موجود، في لعيبه كتيره كانت بعيده عن المباريات، ولذلك الناحيه البدنيه بالنسبه لهم ما هيش عاليه قوي، فدي بنحاول نعوضها بماتشات وديه، بنحاول بنعوضها بالتدريبات، لكن طبعا لغايه لما تيجي فتره توقف مش هقدر اعمل حاجه، لان كل يعني انا عندي ماتش الاثنين يا دوب هريح بكره مع انا عامل ماتش ودي للي ما لعبوش بكره عشان نخش كلنا في الفورمه، فورمه المباريات لان برضو اللعيبه الثانيه ما هيش على المستوى البدني اللي انا اامله، فبحاول ارفع من الكفاءه البدنيه بتاعتهم، لكن ده مش هيجي من يوم وليله، فده محتاج وقت وربنا يسهل، ده السبب الرئيسي ان انت بتخسر فيه
الثانيه الاخيره بيحل عليك التعب والاجهاد وتقيل التركيز بيخليك تخسر في اخر الثواني. اكيد يا كابتن يعني المكسب هيجيب مكسب يا كابتن طارق ان شاء الله، يعني مع الشغل مع الاولاد يبقى تتفتح نفسهم ويبقوا يعني عارفين وعندهم حماس وانت بتحمسهم على الماتشات الجاي، وبالتوفيق ان شاء الله في ماتشك الجاي ان شاء الله. وانت عندك 24 بونت دلوقتي، يعني حاجه كويسه ربنا يكرمك بيتها. يعني انا عايز اقول لك يا كابتن طارق، حضرتك الماتش المصري المصري النهارده كسبان الزمالك، ايضا الداخليه كمان كسبان طلائع الجيش في طلائع الجيش، يعني برضو خسرت ولو حتى خساره يعني مش في محلها، لكن خسرت من فرقتين، يعني اعتقد ان هم عملوا نتائج النهارده ردت حتى على المكسب اللي كسبته لبتروجيت الزمالك 1-0، وايضا كمان الداخليه كسبان طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء. اه طبعا بتتكلم في فرقتين زي ما انت قلت ميدو، يعني فرقتين كويسين، طبعا مصر النادي المصري فرقه كويسه، والداخليه على فكره فرقه محترمه برضو. كون ان انت يتعدوا معاك في اخر ثانيه والمصري يكسبك في اخر ثانيه، دي لا يعني بتديك مؤشر ان انت ماشي على الطريق الصحيح، يعني بتحاول انك انت تداري الاخطاء دي وتحاول تعالجها بشكل كبير في وقت قصير، والحمد لله نجحنا بشكل كبير. يعني انت النهارده كل الماتشات الحمد لله 4 ماتشات يا ميدو اللي انا لعبتها سجلت فيها. بالظبط يا كابتن بالظبط، دي حقيقه دي حقيقه. سجلنا في الانتاج، سجلنا في الداخليه، سجلنا في المصري، سجلنا النهارده، فالاربع مباريات دي مؤشر كويس ان انت بتسجل، خلاف مثلا الثلاث مباريات الاخيره الاربع ماتشات الاخيره اللي هو خسرها فيهم بتروجيت 1-0 2-0، يعني ما سجلش، فكان في عدم ثقه شويه. الثقة رجعت للولاد، قدرنا نوصل للمرمى، عملنا بعض التدعيمات المهمة في يناير اللي هي بيها تقدر توصل للمرمى، زي علاء حالي، زي النهارده تشمبونج ان شاء الله في خلال يومين يكون موجود، عندنا زولة من الشمس، عندنا عمر النجدي، يعني عملنا، عندنا احمد جمال لعيب كويس من النادي الاسماعيلي، يعني عملنا تدعيمات في حدود الامكانيات وفي حدود الاماكن اللي احنا محتاجينها، بس ما زودناش عن كده. تمام. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تشهد تطور في الاداء اكتر من كده شويه. الشونج هينفعك قوي يا كابتن طارق ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن طارق، لعيب كويس ومهاجم جامد، مدرب كبير جدا ان شاء الله، كل التوفيق ليك مع فريقك بتروجيت، وقادر ان انت تطلع بيهم لمراكز متقدمه. كابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت، شكرا جدا لحضرتك. ده بس يا كابتن ماجد، التدعيم لا التدعيم مهم جدا يا عبد الحميد، التدعيم وعارف على الاقل السلبيات بتاعت الفريق اللي يعالجها. يلا انت قلت طارق يحيى عنده خبرات كبيره جدا، والتدعيمات هتفرق معاه ان شاء الله من خلال المباريات اللي جايه. زي ما شفنا كده الاتحاد التدعيمات فرقت معاه بشكل كبير، بدا يكسب، بدا يحط رجله. فريق الاتحاد بعد ما كان قاعد يمكن فتره، يمكن 3-4 مباريات كانت الامور صعبه قوي ومكيده، وكانت الجمهور زعلان، لكن رئيس النادي محمد مصلحي كان ذكي جدا وكان مركز في موضوع التدعيمات بشكل كبير، والحمد لله نجح. برضه خبرات محمد صلحي، يمكن محمد ابراهيم كمان، محمد ابراهيم صراحه محمد ابراهيم اداروا نادي الاتحاد قبل كده، فعندهم خبرات، فالتدعيمات بتفرق جدا. هي المنظومه كلها من خلال من خلال كله بيبقى منظومه كلها متكامله، بيعرفوا يتعاونوا بينجحوا الفرقه طبعا مع بعض. يلا ندخل على مباراه الاهلي بقى، عشان جمهورنا يعني جمهورنا قاعد فرحان، عارف طبعا فرحانين ومزقططين يعني وعمالين تتنططوا، انا عارف، عشان الاهلي ان شاء الله يكسب بكره الرجاء ان شاء الله. نقول قائمه الاهلي بسرعه ثاني عشان نفكر الناس بيها، محمد الشناوي، شريف اكرامي، رمضان مصطفى، باسم علي، محمد هاني، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم، ومحمد وعلي معلول، وصبري رحيل، الوسط حسام عاشور، وعمرو السوليه، هشام محمد، عبد الله السعيد، وصالح جمعه، واحمد حمودي، وليد سليمان، ميدو جابر، اكرم توفيق، وجونيور اجاي، واسلام محارب، بكماني، والهجوم وليد ازار، واحمد ياسر ريان. على يعني على الناحيه الثانيه قائمه الرجاء، محمود الزنفلي، محمود كوكو في حراس المرمى، علي العربي، محمد جبر، احمد عبد الواحد، محمد علاء، لالا، وهشام فتح الله، ونصر رمضان، محمد عبد الله، وديفيد ايفوي، ومحمود المغربي، احمد سعيد اوكا، احمد حمبوزو، عمر فاروق، وغازي شلوف، وحماده نصر، محمود صبري، ابراهيم رخام، وعبد الحميد سامي. دي قائمه الرجاء، الرجاء في المركز الاخير، ربنا يعني مع كابتن رمضان السيد بكره بس بعد ماتش الاهلي، 12 نقطه والاهلي في المركز الاول ب 45 نقطه، والاهلي متحفز يعني تحفز الاسود عشان يبقى في فرق بينه وبين المركز الثاني اللي هيبقى عليه صراعات كبيره جدا، احنا بعيده او بعيد عن هذه الصراعات. كابتن ماهر نشوف يعني شايف المباراه ازاي الاول قبل ما اقول مشوار فريق النادي الاهلي في المرحله الصدريه، زي ما قال الكابتن رمضان يا كابتن حميد، النادي الاهلي بيلعب كره بقاله مباراتين ثلاثه، كره عالميه،
كوره سريعه في الجزء الهجومي بالذات في نص ملعب الخصم، بيعتمد على الون تاتش، ودي جديده علينا يعني شفناها من ايام من جوزيه لما كانت اللعيبه اكتملت بشكل كبير جدا. النهارده لعيبه النادي الاهلي اكتملت بشكل كبير من ناحيه الخبرات، من ناحيه الثقه الفنيه، ثبات التشكيل، ثبات الجهاز الفني. حسام بدري بيلعب بطريقه 4-2-3-1 بقاله اكتر من سنتين، شفنا من خلال البطوله الافريقيه، شفناه من خلال بطوله الكاس، بطوله الدوري العام. النادي الاهلي كابتن عبد الحميد بصراحه بيلعب كوره عالميه، وصلنا لدرجه ان اللعيبه كلها هضمت الطريقه، اللعيبه كلها بقى عندها ثقه، العناصر الخبره اللي موجوده بنتمتع من خلالها. يعني لو ذكرنا الاسماء كده من ورا شريف اكرامي، احمد فتحي، عاشور، بالظبط العشر لعيبه اللي موجودين، حتى كمان البدلاء اللي بره الدكه. يعني كنا بنتكلم عن النادي الاسماعيلي محتاج دكه قويه بره عشان يقدر ينافس على بطوله الدوري والدعم المادي، النادي الاهلي الحمد لله موجود عنده كل العناصر دي، عنده دكه على اعلى مستوى، عنده دعم مادي على اعلى مستوى، عنده لاعبين 29 لعيب ما شاء الله، الله اكبر، يعني الواحد مش عايز يحسدهم، من افضل اللعيبه اللي موجودين في افريقيا يمكن وفي العالم العربي. عنده دوافع، وشخصيه يا عبد الحميد، شخصيه البطل، شخصيه اللاعب. يعني حتى اختيارات النادي الاهلي من ناحيه اختياراته للعيبه بيختار لعيب اللي عنده ثقه، اللعيب اللي يقدر يبقى مؤثر، اللعيب اللي يقدر يخش في المنظومه بسرعه. لكن اللعيب اللي بيبقى مشاغب او لعيب غير ملتزم بسرعه بيبدا يبعد عن النهج او يبعد عن الخط اللي النادي الاهلي وضعه من خلال تشكيلته ومن خلال سياسته. يعني تمام، يعني طبعا احنا بنقول المهم جدا يا جماعه ان لعيبه النادي الاهلي عندها دوافع كبيره جدا جدا بتاخدها من جمهورها، جمهورها اللي ما بيرضاش باي حاجه غير المكسب، جمهور كبير وجمهور عظيم. وكمان اداره دلوقتي كمان موضوع مختلف تماما، شفنا نجوم الفريق حسام عاشور، شفنا وليد سليمان، شفنا شريف اكرامي بيروح ويمضوا ويمشوا عشان ما حدش يتكلم يقول لعيبه النادي الاهلي تقول تتكلم في الفلوس، لعيبه النادي الاهلي مش عارف ايه، عربيات، يعني نجوم جميلة. كبار يعني نجوم يعني بيتقلوا بملايين. عايز اقول لكم مشوار النادي الاهلي، قبل ما اسال الكابتن فوزي سكوتي برضو في رؤيته المباراه بصفه عامه، الاهلي في اول الدوري خالص تعادل 1-1 مع طلائع الجيش، الاهلي مع الاتحاد السكندري 2-0 قدام حضراتكم النتائج، الاهلي مع الرجاء 4-1 كانت نتيجة الدور الأول، الأهلي مع الإنتاج الحربي 2-1، الإسماعيلي مع الأهلي 2-0، الأهلي مع الداخلية 2-0 قدام حضراتكم، المصري مع الأهلي 2-0 ما شاء الله، الأهلي مع إنبي 4-1، الأهلي مع الأسيوطي 1-0 ده الدور الثاني، والمقصة 3-2 للمقصة، وكانت هزيمة مفاجأة طنطا 1-1، الأهلي 2-1 مع سموحة، وادي دجلة مع الأهلي 1-1، الأهلي مع بتروجيت 3-0، النصر مع الاهلي 4-0، الزمالك مع الاهلي 3-0، طلائع الجيش مع الاهلي 2-0، والاهلي مع المقصه 2-1. نروح للرجاء، مشوار الرجاء برضو نشوفه يلا قدام حضراتكم، برضو المقاولين مع الرجاء 3 للمقاولين، الرجاء والاسيوطي، الرجاء كسب الاسيوطي 2-0، الرجاء والانتاج، الانتاج كسب 2، الداخليه والرجاء 2 لا شيء، الاهلي والرجاء 4-1، الرجاء والمصري 0-0، انبي والرجاء 2-0، الرجاء وطنطا 0-1، الدور الثاني سموحه والرجاء 1-0، الرجاء ودجله 3-3، بتروجيت والرجاء، الرجاء كسب 1، الرجاء والزمالك 1-1، طلائع الجيش والرجاء 2-1، الرجاء والمقصه 1-1، الرجاء والنصر 0-0، الاسماعيلي والرجاء 5-0، الرجاء والاتحاد 0-0، الرجاء والمقاولين 1-0، الرجاء الأسيوطي والرجاء 3-1، وغدا إن شاء الله هيكون المواجهة ضد النادي الأهلي، مواجهة صعبة جدا جدا بالنسبة لنادي الرجاء، وإن شاء الله تكون سهلة بالنسبة للنادي الأهلي. يعني الترتيب قدام حضراتكم، الأهلي في المركز الأول برصيد 45 نقطة، والرجاء في المركز الأخير برصيد 12 نقطة. الاهلي ناقص له ماتش كمان. بالظبط، غير ماتش المقاولين، غير ماتش المقاولين 45. هو الاهلي معروف، يعني انا كنت عايز اضيف على يعني كلامك هداف فريق الاهلي كابتن فوزي، عشان برضو تتكلم عن كل حاجه، وليد ازارو النجم المغربي 9 اهداف، وصالح موسى بالنسبه لفريق الرجاء هدفين. اتفضل يا كابتن. يعني باين قوي الكلام اللي احنا بنقوله على الكابتن ميدو، ان احنا لعيبه النادي الاهلي عارفه الهدف بتاعها، عارفه هي عايزه ايه، الجهاز الفني عارف هو بيعمل ايه، عارف بيجهز اللعيبه ازاي، بيفكر في الماتش والماتش اللي بعده والماتش اللي بعده، ما بيفكرش في ماتش واحد.
عايز اوجه شكر لمدرب اللياقه البدنيه للنادي الاهلي. يعني صراحه عامل معاهم شغل كويس جدا جدا، بيبان بيبان في الماتش، بيبان في اداء اللعيبه، بيبان 90 دقيقه مش 90 دقيقه. انيس شعلان طبعا ده يعني بنقول له يعني حاجه جميله وربنا يوفقه، ومع الكابتن ابو العيلة حاجه جميله بصراحه. الاثنين عاملين شغل كويس قوي في اللياقه البدنيه اللي هي اهم حاجه بالنسبه لاي فرقه. خلي بالك مدربين كتير قوي بتشتكي من حكايه اللياقه، مش هيقدر يعوض اللياقه بتاعته دلوقتي. كابتن طارق ايه دلوقتي هو بيشتكي، ما هو بيعاني ومش هيعرف يعوضها. قال لك كل 3 ايام مستني اي توقف يحصل عشان يقدر ياخد اللعيبه. لو ما اتحطش صح من الاول يعمل تعبه طبعا. هو ما هي المنظومه من الاول بدايه الموسم. خلي بالك النادي الاهلي ما ريحش يا كابتن ماهر. النادي الاهلي دخل من بطوله دخل بطوله افريقيا، طلع من افريقيا ما ريحش اللعيبه مجهده. فانك انت تخلي قوام الفرقه دي مع كابتن حسام البدري طبعا، والكابتن احمد ايوب، والكابتن سيد معوض، يعني كله بيشتغل، والكابتن طارق مع حراس المرمى. ده كله منظومه متكامله وعلى اثار مجلس الاداره كمان. يعني ده النادي الاهلي. عشان كده الناس بتحسده او بتقول لك النادي الاهلي ليه بيكسب. لا، النادي الاهلي بيكسب عشان في منظومه صح يا كابتن ماهر. يعني مش عايزين من كل الجهات. يعني انا بقول لك عامل غرفه اللبس عارف شغلته، عارف دوره، ما بيتعدوش، ما بيعملش. يعني كل واحد في النادي في الاهلي دي نجاح النادي الاهلي. فانا يعني انا بشايف الماتش بكره، يعني الماتش هيبقى زي اي ماتش هيتعامل معاه، لانه ثلاثه في الاخر ثلاثه بونت. والنادي الاهلي عايز يفرق برده، عايز يبعد برده. لما النادي الاهلي احنا تملي بيقول لك النادي الاهلي لو ركب فوق ده على راس الجدول خلاص ما بينزلش تاني، وده ده ميزه النادي الاهلي. فنتمنى له ان شاء الله. وعنده لعيبه كتير، يعني النادي الاهلي ما شاء الله عنده لعيبه. وفي شايف انه محطوط محمد عبد المنعم، ده حاجه كويسه اللي هو من ناشئين النادي الاهلي، انه هيدعم بيه بكره، يبتدي يدعم بيه. هل هيبدا او هيقعد بره؟ هيبقى برده حاجه كويسه انه يشوفه. الماتشات دي الماتش الرجاء هيبقى فيه اداء بالنسبه للنادي الاهلي، مفيش تهاون من اول دقيقه. الرجاء هيحاول برده لعيبته، خلي بالك مع الكابتن رمضان السيد لعيبته يا كابتن ماهر هتبقى نازلين برده يلعبوا شو. لا بيعرض البضاعه، لا اللعيبه نفسها. اعتقد الكابتن رمضان بيبقى ملتزم جدا. لا هو هيبقى ملتزم، بس هو اللعيب عايز يؤدي اقصى حاجه عنده بالظبط، يطلع كل اللي عنده بالزبط. لان هو دلوقتي بيلعب قصاد النادي الاهلي وكل الناس بتتفرج عليه. فهو يقول لك انا عشان ابقى السلعه المعروضه اهي كويسه، يجي يقول لك اخده. مش لازم يروح الانديه الاهلي والزمالك والاسماعيلي، يروح انديه ثانيه هيبقى مطلوب برده، بياخدوه برده وبيدفعوا فيه مبلغ كبير. فهو كل لعيب هيبقى عايز يؤدي. فاحنا نتمنى ان الماتش اللي يأدوه يبقى ماتش جميل، ماتش حلو، ماتش لعيبه النادي الاهلي يستمتع بيه. يعني احنا مش مهم النادي الاهلي بيلعب الرجاء، الرجاء اخر الدوري. احنا شفنا لا مفيش يا كابتن، لا احنا شفنا الرجاء بيتعادل مع الزمالك. لا شفنا في ماتش بتاع ده برشلونه خسرت من اخر الدوري بالظبط يعني مفيش تهاون بالظبط. فدي بتعلم اللي طبعا الكابتن حسام البدري هيبقى قاعد وجاب لهم الاشرطه بتاعت الماتشات اللي فاتت والرجاء بيلعب ازاي. انت لما تشوف الكابتن ماهر كابتن ميدو نتائج الرجاء غريبه جدا. يعني عمل نتائج مع فرق قويه. يعني لما يتعادل 3-3 مع دجله، لما يكسب بتروجيت، لما يتعادل مع الزمالك، لما يتعادل مع المقصه. يعني في فرق كتيره جدا النتيجه قريبه جدا بالظبط بس هو كان محتاج المكسب ده. كسب المقاولين يعني. ما انا بقول لك يعني محتاج المكسب عشان يقدر يطلع. طول ما هو شايف ان هو في الاخر الجدول برضو اللعيبه بتتعلق باشياء. كابتن فوزي ودي بتبقى اصعب حاجه، صعبه يعني. اللعيب عارف انه خلاص بقى يعني بيتعلق باشياء عشان لا الياس لما يكون بقى يئست خلاص بقى ومش بس لسه، لان لسه ده فعلا هو 12 بونت لسه بس يعني اقرب حاجه ليه 20 لسه. هو محتاج يكسب كام ماتش، فدي برضو مهمه. ربنا يكون في عون الكابتن رمضان زي ما قلنا، وربنا يوفقه باذن الله. يعني نروح لتقرير نشوف رأي جماهير النادي الأهلي في لقاء الغد، نشوف هيقولوا إيه ونرجع لحضراتكم على طول. أعتقد إن هو عشان عدم التجانس بتاع اللعيبة الكامل إن هو هيبقى هنكسب بإذن الله، بس ما يبقاش سكور هيبين ده أول شوط. لو إحنا إن شاء الله قدرنا نحط جونين ثلاثة الدنيا ممكن تفتح، بس لو الرجاء كان متحفظ شوية وبيلعب دفاع اللي هيحصل إن هو إحنا إن شاء الله نكسب بسكور مش عالي قوي بإذن الله. الماتش سهل لأن الأهلي مستواه عالي اليومين دولت تمام، واللعيبة مركزة، وبإذن الله الأهلي يعمل نتيجة كويسة بإذن الله.
ماتش بكره ماتش فيصلي، انت هتلعب الماتش بعد الرجاء الاسماعيلي، فده ماتش بالذات ده اللي انت هتخش مع الاسماعيلي الفرق تزود الفرق ما بينه، ده بيحطم الاسماعيلي. يعني الفرق المنافس ليك دلوقتي في الدوري هي الاسماعيلي، فانت لما تزود الفرق ما بينه في ماتش رجاء ماتش سهل بالنسبه طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله بكره هيحسمه بدري، ده هيخش بمعنويات عاليه الماتش الجاي ده، يعني ده اهم ما برضو احنا ما نستسهلش الماتش، بس الماتش بثلاث نقط زيه زي ماتش الاسماعيلي بالظبط. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب 3-0، لان الاهلي بسم الله ما شاء الله في الفتره دي في الدور الثاني بالذات يعني كانت في بعض الحاجات كده تكتيكيه، ما شاء الله كابتن حسام ما شاء الله عليه ظبط كل الحاجات اللي كانت ناقصه والحمد لله تمام، يعني الفريق دلوقتي في حاله كويسه جدا. لا حضرتك هو النادي الاهلي باذن الله مفيش حاجه تصعب عليه، لان برضو مع احترامنا الكبير لفريق الرجاء يعني ان شاء الله الاهلي يغلب مش اقل من 3-4-0 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاهلي يغلب، والاهلي اعلى فرقه في مصر لياقه ومهاره واستقرار في مصر، وان شاء الله باذن الله الدوري لمده 10 سنين في النادي الاهلي. اهم حاجه تحلي بروح الفانيله الحمراء، دي اهم حاجه ودي اللي بتساعد على تحقيق البطولات، وكمان ان هم يفضلوا على مسيره التعاون اللي بينهم مهما اي لعيب مشي، الاهلي اكبر من اي حد، وفي الاخر كده كده الاهلي هياخد الدوري باذن الله. الاهلي ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه قدامه الدور الثاني بالذات. ماتش الرجاء ده اقل حاجه 3-0. ان شاء الله اقل حاجه 3-0. الاهلي بيلعب كوره حلوه وعنده لياقه بدنيه، ما فيش اي فرقه تقدر تجاري النادي الاهلي بصراحه. سهل باذن الله. باذن الله النادي الاهلي يكسب الرجاء بفريق كبير جدا اقل حاجه 4-0، وباذن الله يبقى صالح الكابتن صالح جمعه هيتالق في الماتش، وحتى في ماتش مصر المقصر الشوط الاول الاهلي كان ضعيف، بس الشوط الثاني جنو رجاي جاب بقى جون جميل ولسه سليمان جاب جون احسن واتالق وجمد في الشوط الثاني، والحمد لله يعني الماتش كان حلو في مصر المقصر. باذن الله نادي الرجاء اقل حاجه 5-0 او 4-0. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم مع كابتن ماهر امام وكابتن فوزي سكوتي لتغطيه مباراه الغد الاهلي والرجاء. كابتن ماهر، يعني الكابتن حسام بدري ممكن يفكر في مين في ظل غيابات سعد الدين سمير بكره واحمد فتحي؟ عنده غيابات بصراحه مؤثره دايما في خط الدفاع. بص يا بيتو، هو الكابتن حسام من خلال تشكيلته من خلال ادائه وطريقه لعبه واضح قوي ان عنده ثوابت بشكل كبير. يعني طريقه اللعب 4-2-3-1 دي ثابته بالنسبه له، فيها متغيرات من خلال الجيم، بتبقى ممكن هو بيهاجم 4-1-4-1، يعني بتتشكل من خلال ادائه في 90 دقيقه. المجمل المجموعه اللي كابتن حسام عنده ثقه فيها، وزي ما ذكرنا يمكن محمد الشناوي وشوف اكرامي ورمضان مصطفى، وفي الدفاع باسم علي ومحمد هاني وايمن اشرف ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وصبر رحيل. هنبص نلاحظ ان في خط الظهر بس هو يمكن الاضافه الوحيده اللي هو محمد عبد المنعم اللي هو لاعب ناشئ النادي الاهلي، واحنا شفناه حتى في المباريات الحبيه. يعني خامه جيده، طويل القامه، بيجيد العاب الهواء، عنده قدرات رقابه رؤيه، يعني كابتن حسام عنده ثقه كبيره جدا، وبيشتغل مع حسام بقاله فتره فتعود على اداء وشكل كابتن حسام من خلال التعليمات اللي بياخدها. في وسط الملعب حسام عاشور وعمرو السوليه وهشام محمد وعبد الله السعيد وصالح جمعه واحمد حمودي وليد سليمان وميدو جابر واكرم توفيق وجونيور جونيور اجاييه واسلام محارب باكا والهجوم وليد ازارو واحمد ياسر ريان برضك، يمكن ده الوافد الثاني بالنسبه لقطاع الناشئين. واحمد ويمكن احمد حمدي يمكن ده الثالث اللي موجود في نص الملعب، كمان مصاب كمان مصاب برضك. دول يمكن الكابتن حسام اتعود ان هو بيبقوا موجودين في التشكيله من خلال اداء النادي الاهلي. طبعا احنا لو رجعنا كده لمباريات مع الناس بالظبط، مباريات الرجاء السابقه يمكن كانت في الدور الاولاني وفاز فيها النادي الاهلي 4-1. زي ما احنا شايفين كده الانتشار والكثافه العدديه اللي موجوده في التلت الاخير بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، اداء جايه من ضمن الحاجات اللي يمكن الفرص اللي ضاعت من بدايه اداء النادي الاهلي في هذه المباراه. الانتشار وتقارب الخطوط الثلاثه، وزي ما احنا شايفين كده الوان تاتش اللي بتلعب، الحاجات البينيه اللي اتلعبت بشكل جيد، وبعدين الفرص اللي بتضيع من النادي الاهلي. النادي الاهلي بيضيع فرص، يمكن معلول المتقدم بشكل جيد وراء خطوط مهاجمي النادي الاهلي وبيمثل جبهه مهمه جدا ناحيه الشمال. طبعا كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي
النادي الاهلي بيكررها بحميد بشكل جيد في معظم المباريات، تلاقي انتشار عددي، اختراقات من الاطراف، اختراقات من العمق، استلام بشكل جيد. ده طبعا يمكن الهدف الاولان مؤمن اللي احنا مفتقدينه، اللعيب اللي بيأدي كمان اداء جيد في الدوري السعودي، والحمد لله يمكن اول لقاء ليه مع الاهلي يمكن سجل هدفين. مؤمن من اللعيبه المتميزه، لعيب على اعلى مستوى زي ما قلت لك، هنتاثر بشكل جيد يمكن في رحيله، لكن المجموعه اللي موجوده يمكن بتقدر، يمكن اسلام محارب وليد بيقدروا يسدوا الثغرات اللي يمكن مؤمن سابها لنا من خلال الشق الهجومي. دي بقى الهدف الاولاني، شايفين احنا طبعا تصويبه ببطن رجله بشكل جيد. مؤمن استلم من اجاييه اللي هو بيساعد بشكل كبير، يعني اجاييه من ضمن الاسيست اللي هم بيساعدوا لعيبه المهاجمين ولعيبه نص الملعب اللي جايين من تحت، وكل لعيبه النادي الاهلي اللي جايه من تحت. يمكن دي اصابه حسام عاشور، يمكن حسام من ضمن اللعيبه اللي اتاثرنا بيها بشكل كبير جدا في الحضره الضمه، يمكن بتكرر بالنسبه له، حس بيها، فضل الجهاز الفني ان هو يخرج حسام عاشور. عايز اقول لك ان اربع اهداف زي ما شفنا في التقرير كده، ان جمهور النادي الاهلي عنده ثقه بكره ان لعيبه النادي الاهلي ممكن تهدف اكتر من ثلاث اهداف او اربع اهداف. الثقه دي راجعه لجمهور النادي الاهلي من خلال الجهاز الفني في ادائه وثباته للتشكيل وطريقه اللعب اللي بيلعب بيها، وكمان الثقه اللي راجعه من لعيبه النادي الاهلي اللي هي بتادي بشكل متميز بقى لها ثلاث اربع مباريات. اللياقه البدنيه على اعلى مستوى، المهاره الفرديه، الكثافه العاديه، 1 2 3 4 5 واحنا بنهاجم يميد وفوزي، بقى عندنا قدره عدديه، بقى في جراه، بقى في نوع من الثقه ان كل الناس بتروح في التيت الاخير عايزه تادي وعايزه تهدف. فانا شايف ان بكره لقاء قوي جدا بين الرجاء وبين النادي الاهلي، وان كابتن رمضان السيد بيدور على اي طريقه ان هو يمنع فيها السكور او العدد اللي احنا بنتكلم فيه. كابتن رمضان السيد هو في ورطه، يا ربنا معاه. تفتكر ممكن يعمل ايه بكره يا كابتن فوزي؟ لا، هو رمضان فاهم النادي الاهلي وعارف امكانيات النادي الاهلي، وهيلعب على امكانياته، يعني برضه هيحاول على قد ما يقدر يقفل مفاتيح اللعب بتاعته. طبعا يعني الله يكون في عونه، هو نفسه قال يعني انا لما اجي هقفل مفاتيح اللعب هلاقي ايه ولا ايه ولا ايه. فهي دي كوره، يعني دي اداء بتاع اللي هو هيحاول يوفق لعيبته على انه على قد ما يقدر ما يدخلش فيه اهداف كتير، ولو قدر يطلع الشوط الاولاني يعني بدون ما يدخل فيه اهداف يبقى كده نجح، لانه عارف ان النادي الاهلي هيهدف. النادي الاهلي ما بيقاس، النادي الاهلي ساعات مثلا ممكن لو اداء شويه في الشوط الاولاني هبط، الشوط الثاني هتلاقيه بقى نازل زي الغول عايز ياكل الفرقه اللي قصاده. فهو لا، هي ماموريه جامده، وزي ما قال الكابتن ماهر كده، انا بقول مؤمن زكريا احنا عايزين نستعين بيه بس في ماتشات الزمالك. لان انا قلت ماتش اللي فات وكان ايمن يونس ضيف عندنا هنا في بيتنا يعني، وربنا كرمه يعني، ايمن من الشخصيات، ايمن يونس من الشخصيات المحترمه، وانه كتر خيره انه جه حضر قبل الماتش هنا. وانا قلت له يعني، قلت له هتشرب شاي بالياسمين. مؤمن زكريا من اللعيبه الكويسه جدا، اللعيبه الخبره دلوقتي، وحظه عالي على الزمالك. ففي لعيبه كده بتبقى ربنا كرمها وموفقه في الماتشات بصراحه، ربنا يوفقه كمان بصراحه. يعني انت تعرف طبعا يا كابتن احنا بنقعد نناقش بعض كده احنا والزملكاويه، لكن بصراحه لا طبعا جمهور الزمالك، لا الله يكون في عونه يعني. هو عندهم مشكله جامده جدا، بس ربنا يعني الدنيا مش هتقف في يوم وليله، مش هتقف. لازم اثبت التشكيل بتاعي، لازم اعمل اساس التشكيل بتاعي، يبقى عندي قوام فرقه زي ما احنا قلنا. لازم يكون الدنيا هاديه شويه، الناس بتشتغل، الناس بتلعب، الناس بتادي، عندهم طموح، عندهم زي ما بنقول النادي الاهلي عنده الدافع بتاعه، ده الاساس النجاح اللي بينجحه، انه عايز ينجح. مش هينجح كده، ربنا مش هيوفقك الا لما تبذل مجهود، لما تتعب، مش هيوفقك كده وخلاص. يعني مش لازم تتعب، ولازم اي لعيب، اي لعيب لما ربنا بيكرمه وبيفتح عليه، اي مدرب برضه بيجتهد وعلى قد ما بيقدر، حتى امكانياته بتكون ضعيفه ويتعب، زي ما بنشوف مثلا رمضان بكره على قد ما يقدر. يعني امكانياته لا مش هتيجي جنب النادي الاهلي خالص، واحنا عارفين كل الناس، بس دي كوره. فلازم النادي الاهلي برضه عامل حسابه اكيد الكوره، وما فيش استهتار. ده والله اللي كنت اساله كابتن مرهم. يعني هو كابتن فوزي ساله لك، يعني كابتن حسام بدري ممكن يقول لعيبته ايه بكره بحيث ان هم يطلعوا من جو ان الرجاء الاخير، وان احنا الزمالك اتغلب والمركز الثاني يعني بيننا وبينه بعيد قوي، والاسماعيلي عنده احنا سابقينه او سابقنا بمرتين، وان احنا ممكن نكسب، يبقى الفرق يعني ما شاء الله يعني داخل في ست نقاط، بعد كده تدخل في تسع نقاط.
ايه التحفيز اللي حفزه كابتن حسام بكره لعيبه النادي الاهلي اللي هي مش محتاجه الحمد لله بفضل الله تحفيز؟ وطول عمرنا طبعا ان احنا بنحترم الخصم، يعني كابتن حسام هيتكلم على احترام بكره نادي الرجاء، ان نحترم نادي الرجاء في الاداء بالنسبه لنا، على اساس ان ما نقولش ان ده اخر الجدول، عنده 12 بونت، وان خلاص الراجل بقى بلغه الكوره رمى الفوطه. لا، احنا بكره لازم نحترم نادي الرجاء. نادي الرجاء عندهم مدير فني على اعلى مستوى. انت شايف الكابتن رمضان بيتكلم ازاي؟ بصراحه يعني كابتن رمضان بيتكلم في حق النادي الاهلي، يعني بيتكلم النادي الاهلي عالمي، وبيتكلم في انا بحيي رمضان مش بيهزر. صعبه كمان كابتن، صعوبه. انت عارف يا كابتن ماهر، هو كابتن رمضان مش هيخسر حاجه، هو لاعب النادي الاهلي بالظبط، على قد ما يقدر هيحاول يقول العبوا يعني اقول لعيبته العبوا 90 دقيقه يعني برضو مش قاسمة كده. انا شايف ان حسام البدري بكره هيطلب من لعيبته احترام نادي الرجاء من خلال الاداء، من خلال الروح الرياضيه، من خلال الدوافع بتاعتنا. النادي الاهلي بيلعب على 3 نقاط، النادي الاهلي ما بيعرفش غير المكسب، ما بيعرفش غير المركز الاول. شخصيه الجهاز بتفرض اسلوبها على اللاعبين المحترمين الموهوبين اللي احنا اتكلمنا عليهم من خلال التشكيله. لعيبه النادي الاهلي عندها دوافع كبيره جدا ان هي تكسب لقاء وتزود من 45 نقطه الى 48 نقطه، وملاش دعوه مين المنافس بالنسبه لها او مين اللي وراها. احنا ما بندورش يا عبد الحميد يا فوزي على مين اللي وراك، احنا بندور على الهدف اللي احنا بنسعى ليه، وهو بطوله الدوري العام، البطوله المحببه بالنسبه لنا. شفنا احنا في المباراه الاولى في الدور الاولاني، عايز اقول لك ان الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده كابتن الخطيب اكده على كل الفرق، ان احنا دي مسؤوليه، ان احنا دايما في المراكز الاولى، وعشان كده دايما الجمهور ما بيقبلش غير بالمركز الاول، وده بالظبط. حتى اللوائح بتاعتنا يا عبد الحميد، المركز الثاني ملهوش مكافاه في النادي الاهلي، يعني المركز الاول هو اللي مكافاه، المركز الثاني صعب جدا بالنسبه لنا من الناشئين. ما هو من الناشئين بالظبط، التحفيز ده جاي من الصغر، يعني زي ما فوزي بيقول من القاعده، مش حاسس ان هي دي من القاعده. المركز الثاني هنا لا المركز الثاني ده، المركز الثاني بقى له ناس وبقى طيب. لكن احنا المركز الاول ده معروف محجوز للنادي الاهلي، وزي ما انت شفت يا عبد الحميد حتى ثقه جمهور النادي الاهلي. الثقه دي جت منين؟ الثقة دي جت من خلال الأداء، من خلال التشكيلة، من خلال ثقتهم في حسام البدري. يعني عايز أقول لك إن حسام البدري في مباراة المقصة الشوط الثاني اتنقلنا بشكل كبير جدا للاحترافية زي ما بيقولوا. يعني شوط أول يمكن في مباراة المقصة وإحنا خسرين 1، لكن الناس عندها ثقة إن الشوط الثاني الأهلي هيكسب، الأهلي هيعدل. الأهلي لما بيجيب جول في الدقيقة 26، لما جبنا جول في الدقيقة 26 قدرنا نجيب في الدقيقة 76، وقدرنا ان احنا كمان نضيع يمكن فرصتين 3. فانا عايز اقول لك ان المباراه بكره قويه جدا، لكن النادي الاهلي ان شاء الله يفرح جمهوره ونزود من 45 بونت نوصل ل 48 بونت، وما ندورش على مين ورانا. انا عايز اقول لك يا عبد الحميد فوزي، تفتكر النادي الاهلي خلال الاسابيع اللي بعد مباراه الاسماعيلي النادي الاهلي هيحسم بطوله الدوري يمكن من خلال 4 5 6 مباريات القادمه ان شاء الله. تكمله للكابتن ماهر، الحته اللي انت قلتها دلوقتي الكابتن الخطيب اللي عملها، تكريم الفرق الثانيه الفايزه بالظبط اللي بالزبط. انت قلتها مفيش بالزبط. مركز ثاني، دي حاجه جميله جدا بالزبط. ان النادي مش مهتم بالكوره بس، مهتم بجميع الالعاب بالزبط. يعني هي المنظومه كلها متكامله ما شاء الله، فعشان كده بيبقى النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن فوزي نورتني وشرفتني. ده انا متشكر وسعداء ومع الكابتن ماهر ومعاك يعني وجميل وعوده حميده، ربنا يخليك. توفيق ان شاء الله وتوفيق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن ماهر طبعا حبيبي، الحمد لله على السلامه، منور يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. مباراه ان شاء الله بكره ان شاء الله، مباراه يعني مش عايزين نقول عليها سهله، لكن مباراه لازم النادي الاهلي يكون يعني في قمه الحذر، منافسه كبيره جدا جدا جدا، لكن مش على المركز الاول. الدوري عارف مكانه وعارف بيته وعارف دولابه، دايما بتنوروني وتشرفوني بروح الفنانة الحمراء. تصبحوا على ألف خير.